شكرا للحضور الكريم. أزول في اللون أيتما يستمع. احنا يعني فرحانين كتير باش نكونوا معكم حاضرين اليوم، وفي حقيقة يعني لنا الشرف وانتم كتشوفوا بأنه العمل ديال الحزب والأعضاء ديال الحزب وديال المكتب السياسي والأعضاء ديال يعني جميع المناضلين والمناضلات اللي كيشتغلوا في الأقاليم وكيشتغلوا في الجهات بجدية. شكون اللي قال أنه واحد الصباح في الجمعة في 9 ونص أربعة ديال الوزراء حاضرين مع السيد رئيس الجهة والسادة يعني المكتب السياسي وكلهم خداو وقتهم وجاو يحضروا في هذا الاجتماع؟ هذا يعني برهان أولا على الأهمية اللي كنعطيوها للعمل السياسي، الأهمية اللي كنعطيوها للمناطق والجهات، الأهمية اللي كنعطيوها للمواطنين وكذلك للمناضلين والمناضلات. هو في حقيقة قبيلة كيقولوا لي تاح واحد الباح ذاك النهار في الاجتماع مع رؤساء ديال لي كومين قال لي عافاك قول دوك الشبان قول لهم ما يبقاوش يقولوا لك تاح خصك مازال تزيد تخدم. ولقيت بانه بانه في الحقيقه انه عنده الحق، فلهذا احنا في السلسله ديال نواصل المسار. كتعرفوا بانه بدينا في بوزنيقه بعد ما حصل لي الشرف انكم يعني عملتوني في هذا الموقع ديال الرئاسه ديال الحزب، وحسيت ابتداء من هذاك النهار بواحد الثقل كبير، وحسيت بانه في ذلك الوقت ان كاين شي حاجه واقعه داخل الحزب. حزب خرج من انتخابات، النتائج الانتخابيه ما كانتش في ذاك المستوى اللي هو كيطمح ليه الحزب، وبانه كاين بعض الخلالات يعني شي حاجه مخلله. فلهذا اضطرينا انه نقوموا بجولات جهويه للاستماع الى جميع المواطنين وجميع المناضلين والمناضلات. ومشاو معنا المكتب السياسي ومشينا جهه بجهه وسمعنا المشاكل ديال الناس، كاين اللي تكلم على التنظيم، كاين اللي تكلم على الستاتيو، كاين اللي تكلم على الامكانيات، كاين اللي تكلم على الوزراء اللي يعني اللي ما كيجيوش باش يعاونوا يعني المناضلين في الميدان ديالهم. كاين كل واحد وكيفاش كان كيشوف الافاق يعني ديالو ديال المستقبل. ومن بعد ما سمعنا في 12 جهه يعني اشنو هما المتطلبات ديال المواطنين وديال المناضلين والمناضلات، رجعنا وقلنا دابا غادي نديروا برنامج. والبرنامج وجدنا هيكله، وجدنا نظام، وجدنا ستاتيو جديد، وجدنا واحد يعني المنهجيه ديال العمل جديده، واعطيناها انطلاقه ابتداء يعني من لو كونغري ناسيونال اللي كان في جديده، اللي كان الشعار ديالو هو هنا يبتدئ المسار. وبدينا كنشتغلوا وكننزلوا وكنفعلوا، لانه بعد ما خممنا خاصك تنزيل، خاصك تنزيل في الميدان. وبلي بدينا المسار بدينا كنشتغلوا بجديه، وجينا اليوم باش نواصلوا المسار. ودنا 12 جهه اليوم باش كنختتموا يعني هذه الجولات الجهويه. قمنا كذلك بجوله عند الجهه ديال مغاربه العالم اللي كانت جوله ناجحه. كذلك كانت لنا في الطلبات اللي كانت مطلوبه ان يكونوا منظمات ديال الشباب، انهم يكونوا منظمات ديال النساء، ان يكونوا منظمات اللي هما بروفيسيونيل بحال الاطباء بحال المهندسين بحال المحامين بحال ذاك النهار لي زيكسبير كونطابل. ومازال جايين فين ما كنمشيو كنتلاقاو مع الناس واحد العدد. وكنحيي الاخوان ذاك النهار واحد بريزيدونت كومين في تيزنيت قال لي بانه صايب بعدا ديال يعني الاتحاديه الاقليميه ديال الاساتذه في تيزنيت، دونك مبادره
مبادرة خاصة، ما تكلم معنا ما والو، حتى جاء علمنا بأنه عمل هذه المبادرة، وهذا هو الحزب ديالكم، هو حزب المبادرات. ماشي كل شيء كيتقرر في الرباط، كل شيء كنطلبوا منكم باش تاخذوا المبادرة وباش تكونوا مع المواطنين، باش تجيبوا لي بروبوزيسيون، أي حاجة اللي يمكن تبني هذه البلاد ويمكن تبني كذلك تساعد في البناء ديال الحزب فهي مقبولة. يعني احنا كنتحاوروا معكم كنناقشوا معكم، ولكن راه الا يمكن شي واحد غادي يزيد بهذا الحزب راه غادي تزيدوا به نتوما. هذا بغيت نقول لكم بانه في الحقيقه هذا الجيل الجديد ديال يعني التجمع الوطني الاحرار هو جيل سياسه من نوع جديد، هو جيل اغراس اغراس. هذا الجيل باغي يبني، باغي المعقول، باغي العمل، بغى يعمل من الاولويات ديالو المحاربه ديال البطاله وديال الفقر وديال الهشاشه. هادو هما الاولويات اللي عندنا، ما عندناش شي اولويات اخرى. فلهذا اغتنمنا الفرصه في هاد الجولات الجهويه كلها باش نتكلموا يعني على اشنو هما الاولويات. مادام صاحب الجلاله طلب يعني المجتمع المغربي باش يخمم في النموذج ديال التنموي الجديد ديال بلادنا، قلنا غادي نغتنموا هذه الفرصه وغادي نصنتوا، وغادي يكون كذلك واحد المحاوله ديال واحد يعني لا كومينيكاسيون معكم باش تقولوا لنا اما عبر الكلام الاخوه اللي كياخذوا الميكرو وكيتكلموا وما يمكنش كل شيء يتكلم. فلهذا عملنا اسئله وعملنا سميتو كاين 40 سؤال اللي هو موجود عندكم، كنطلبوا منكم باش تجاوبوا، لانه اخر الاسئله هي اليوم اللي غادي تحط واللي غادي نقول لكم من بعد اش غادي نديروا بها. دونك هاد الاسئله بلي كيكون الجواب راه كي في الاخر ديالها كيبان اشنو هو الراي ديال المواطنين، شنو هو الراي ديال المناضلين بالنسبه لواحد العادات ديال يعني الميادين اللي كتهم المجتمع ديالنا. فمثلا كيظهر بانه يعني في جميع انحاء يعني المناطق ديال المغرب كتبان بان الديمقراطيه الاجتماعيه هي خيار وخيار كبير للحزب ديالنا. وهذا الشيء الا كنا حنا هنا في سوسه راه ماشي صدفه، لانه باش نلخص لكم هذه الديمقراطيه الاجتماعيه راه كاينه في سوس يعني المنبع ديالها، لان هي البلاد ديال المبادره الخاصه، وكذلك في نفس الوقت فيها القيم ديال التضامن. دونك هذا التوازن اللي كاين عندنا في سوس راه ما تقلبوش على شي حاجه كثيره باش نشرحوا اشنو هي يعني الديمقراطيه الاجتماعيه. هذا الشيء راه كتعيشوه في بلادكم وفي منطقتكم، وهكا تربينا وهكا يعني زدنا الامام. وكذلك بلي كنتكلموا على الاولويات اللي جاوا عند المواطنين ولا عند المواطنين اللي هما يعني الصحه والتعليم والشغل. الى خدينا التعليم والشغل، هو نقول بانه من وحي مقوله سوس العامله والعالمه. سوس العامله والعالمه هي هذه، هي الشغل و التعليم، لان الناس كيخدموا، الناس غارس غارس، الناس كيديروا المبادره يعني الخاصه باش يشتغلوا ويعملوا مشاريع ويزيدوا الامام، كاين لينيسياتيف بريفي. ولكن ما نساوش بانه العلم، نحن هذا في هذه المنطقه، هذه سوس العالمه، وكنعرفوا مدارسنا العتيقه وكنعرفوا التربيه ديالنا في هذه المنطقه. كتبقى الصحه الله يجيبها ان شاء الله. أنا عارف بأنه لأن هذا اجتماع اليوم موجه يعني للجهة ككل. هناك إقليم أكادير إيداو تنان، هناك إزكان أيت ملول، هناك إقليم تيزنيت، هناك إقليم طاطا، إقليم شتوكا، إقليم تاودانت، الكل حاضر معنا، الكل غادي تنتخبوا اليوم يعني الأمور ديالكم باش تكملوا يعني لورغانيزاسيون التنظيمات ديالكم. غادي تكون مناسبه كذلك باش غادي تجاوبوا وباش يكونوا بعض التدخلات. حنا هنا باش نسمعوا اليوم في العشيه من بعد كاين عندنا حنا لو كونسي ناسيونال اللي تحول كله
يعني اكثر من 300 واحد لهنا في اليوم في مدينه اكادير باش نعملوا هذا الكونسي ناسيونال. كننتظروا يعني هذا لو سونداج ديالكم باش غادي تكون عندنا واحد النظره نهائيه اللي غادي نصادقوا عليها اليوم، باش غدا ان شاء الله غادي يكون حفل ختامي اللي غادي نقدموا فيه يعني الاجوبه والنتائج ديال هذه الجولات كلها، واش عطات وشنو هو التوجه. غدا حنا في اكادير ولكن متوجهين يعني للمغرب باكمله باش يعطي الحزب ديالنا الموقف ديالو من واحد العدد ديال يعني التساؤلات اللي كاينه واللي كتخص النموذج التنموي ديال بلادنا وكذلك التموقع السياسي ديال الحزب ديالنا. اليوم حنا عارفين بانه الاخوان واحد الاغلبيه باغيين يتكلموا على المشاكل ديالهم وعلى المشاكل ديال المناطق ديالهم، مشاكل ديال لي كومون ديالهم، الامكانيات اللي سميتو. فلهذا انا بعد التقيت ببعض الرؤساء ديال الجماعات مع السيد رئيس الجهه، مع السيد المنسق الجهوي وبعض المنسقين سميتو. تلاقيت مع اكادير وتيزنيت، جات بصدفه، ولكن هذا الشيء غادي نزيدوا به مازال القدام، غادي نشوفوا جميع الجهات غادي نجلسوا معاهم، واللي الا ما جلسناش معاهم في هذا اخر اسبوع غادي نعاودوا نرجعوا. وكيظهر لي بانه الناس اللي فهمت انه بغاو الساده الوزراء باش يحضروا معاهم، بغاو باش يتصنتوا لهم، وبغاو باش يقترحوا عليهم المشاكل اللي عندهم باش يلقاو لها الحلول. الحزب خصو يعاونكم في التأطير اولا باش البرامج اللي كتوجدوها تكون برامج اللي هي مندمجه واللي عندها واحد القابليه واللي هي مقبوله باش تقدر تلقى لو فينونسمون ديالها. دونك خصنا نعاونكم وخصوصا هنا يعني في سوس السيد الرئيس نشوفوا كيفاش يمكن لنا نعملوا يعني شي هيئه اللي هي تعاون لي زيلو باش تقوم بالمشاريع ديالها وتزيد بها المستقبل ان شاء الله. من بعد انا حنا على وعد لانه دابا من بعد ما غادي نكملوا هذه الجولات اللي تختتم اليوم وغدا عندنا الحفل الختامي، غادي نجلسوا وغادي نهبطوا للميدان وغادي نجيو عندكم ونشوفوا المشاكل ديال الجماعات، وديك الساعه عاد غادي يكون الوقت ديال باش نستنطوا لكم المشاكل ديال الجماعات ديالكم، وغادي نجيو عند التعاونات الشماليه والتعاونات الجنوبيه ونجلسوا مع لي كومين وكل واحد يقول ها هما المشاكل ديالي، هاش بغيت، ونقولوا ليه ها اللي في الامكانيه ديالنا باش نعاونوا وندفعوا، ها اللي ما تعولش علينا، يعني باش نكونوا صراحه ما كاينش. دونك شويه ديال الصبر، احنا باقي عندنا الوقت يعني الى الامام، ولكن احنا في هذه النقطه ما غاديش نرتاحوا، غادي نهبطوا للميدان وغادي نجيو عندكم وغادي نتلاقاو بكم، هي وجدوا لي دوسي ديالكم ونشوفوا الامكانيات اللي يمكن تقوم بها الحكومه، ويعني الكل يعني الامكانيات اللي غادي يمكن تقوموا بها انتم. وليسونسيال انه راه دائما كنا كنقولوها، المشكل ماشي دائما مشكل ديال التمويلات، خصوصا كيكون مشكل ديال النموذج ديال المشاريع اللي كتصايب وليفيكاسيتي ديالها. فلهذا خص تكون واحد النجاعه في هذه المشاريع ويكون عندها واحد الواقع واثر على المواطنين، وتكون كذلك واحد الحكمه في التسيير. وحنا راه باغيين نعاونكم وباغيين نسيروكم وبغيناكم باش تلمعوا الصوره ديالنا داخل لي كومون ديالكم، باش ديال الحزب، بانكم ناس ديال المعقول وكتشتغلوا بجديه والناس راه كتعاونكم. فهذا الشيء كله غادي نتعاونوا به، غير هذا ماشي نهايه بالنسبه لكم. دابا بلي وصلنا للجهه هذه فقط بدايه، هذا سي لو كونغري ريجيونال، لي زانستونس ديالكم غادي يبداو يخدموا، ولكن من بعد مع هاد لي زانستونس غادي نجلسوا وغادي نهبطوا للميدان ونشوفوا يعني مشكل بمشكل، حل بحل، واللي يمكن يتعمل غنقولوه، واللي يمكن ما يتعمل غنقولوه لكم، وانتم قولوه للمواطنين، اللي ما قدرتوش عليه قولوا للمواطنين حنا ما قادرينش عليه، زعما باش نكونوا صراحه. فلهذا انا كتعرفوني واحد منكم، كتعرفوا بانه ابن السوس هو اللي كيترأس هذا الحزب وعنده مسؤوليه كبيره.
انتم كتعرفوا الناس ديال سوس كلهم بانه بلي كيكون بعد الكلام اللي هو جيد ومنافس وتشجيعي راه كيمشي لكم كلكم اسواس، ولكن بلي كيكون الضب راه كيمشي لكم كلكم. ف غير يعني اولا بقاو حاضرين معنا بالتشجيعات ديالكم، لانه حنا عارفين الثقل اللي علينا وعارفين بانه ما خصناش نحشموا بكم، وخصنا ان شاء الله يعني في هذا لوموندا اللي عندنا نكونوا في المستوى ديال لي زاسبيراسيون باش إذا سمحتم أنا نبغي أنه بلي هذا الموندا إن شاء الله يكمل يقولوا بأن الناس ديال سوس اللي واحد السيد طلع من عندهم واللي كان هو رئيس ديال سوس بأن دار خدمته. بغيت بهذه المناسبة نشكر يعني الشباب اللي حضر معنا اليوم، وكتعرفوا بانه جاي من يعني من المناطق، كاين اللي جاي من وجده، كاين اللي جاي من مراكش، كلهم جايين باش يتحمسوا معكم باش يشتغلوا. الشاب يعني هذا الحزب عنده مستقبل مع الشباب، هذا الحزب عنده مستقبل لانه خصو يكون حزب منفتح. انا ما كنفرطوا في حتى واحد، ولكن كذلك راه ما يمكنش نبقاو بنفس العدد بنفس المقاعد وحنا في هذاك المستوى. الا بغيتوا هذا هو الدور اللي لعبوا في المستقبل قولوها ليا باش نعرفوا الريتم ديالنا فين غادي نديروه. الا بغيتوا نزيدوا لقدام، الا بغيتوا نزيدوا لقدام خصنا نحافظوا على الناس ديالنا، وخصنا نفتحوا ونفتحوا على الباقي، لانه باقي عندنا امل كبيره ولنا دور كبير يعني في الميدان السياسي وفي التنمية والتطور ديال بلادنا. وشكرا لكم.